السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناتنا قناة هواء ومنوعات، زي ما عودناكم في كل من هو جديد فيما يخص الموبايل من مشاكل وحلول، وفيما يخص الأندرويد بصفة خاصة وبرامج الأندرويد بصفة عامة. إن شاء الله الشرح بتاع النهاردة وهو عن حل مشكلة عدم ظهور الإشعار بالمكالمات أو التنبيه بالمكالمات في تليفونات هواوي وأوبو وإنفينكس ومعظم التليفونات. احنا كنا نزلنا شرح قديم لمعظم أنواع التليفونات، بس في ناس ما نفعتش معاها الطريقة، فاحنا جايبين النهاردة طريقة سهلة جدا وجميلة جدا، فانتظرونا. لكم تاني بس قبل ما نبدا في الشرح، يا ريت لو ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليصلك كل من هو جديد من قناتنا، وان شاء الله تدعمنا بلايك او الاشتراك في القناه لتوصلنا لل 100,000 مشترك، فما تستخسرش فينا الاعجاب والاشتراك في القناه. ان شاء الله نبدا في الشرح. اول شيء طبعا هنعمله هنقول على بعض الخطوات اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي قبل كده، بس برضو عشان الناس اللي اول مره تدخل معانا، اول شيء هنعمله هنروح على الاعدادات طبعا وندوس عليها كده، وبنروح على التطبيقات او مدير التطبيقات حسب ما هو موجود في الهاتف الخاص بيك. بروح على اداره التطبيقات، بفتحها بالطريقه دي وبفتح قائمة التطبيقات أول حاجة أعملها، وبروح على تطبيق الهاتف التطبيق الرئيسي للتليفون، وبفتح تطبيق الهاتف بالطريقة دي، وبروح على سعة التخزين زي ما انتوا شايفين وبدوس عليها كده، وأعمل مسح للبيانات. بعمل مسح للتخزين المؤقت وبعمل مسح للبيانات، بس الأول قبل ما أعمل مسح أتأكد إن أنا طبعا الأسماء بتاعتي، لأنه كده هيمسح جميع سجل المكالمات الموجودة على الهاتف، فأنا طبعا أتأكد من المكالمات اللي أنا عايزها أو الأرقام اللي أنا مش اللي أنا عايزها، وبكده بخلص الطريقة الأولى. الطريقة التانية نفس القصة، إن أنا بدخل على الإعدادات وبدخل على مدير التطبيقات زي ما انتوا دخلنا في القائمة الأولانية، بدخل على الإعدادات، ومن الإعدادات بروح على مدير التطبيقات أو إدارة التطبيقات زي ما عملنا، وبدور على حاجة اسمها مدير الأذونات. بروح على مدير الأذونات كده وبفتح أدور على الهاتف أو سجل المكالمات، بروح على سجل المكالمات زي ما انتوا شايفين كده، وبروح على الهاتف التطبيقات المسموح بيها واديله سماح. طبعا ممكن يكون عندك مؤخد رفض، لا انا هنا هديله سماح كده، بديله سماح وبطلع من الحتة دي كده طبعا، وبرجع طبعا بشوف كل الاذونات وبرجع وبنزل على حاجة تحت اسمها وبروح على اصوات الاصوات والاشعارات او اصوات المكالمات، اصوات والاهتزاز في التليفون او عندك ضبط الصوت، بتروح على الاصوات كده وبتتأكد ان صوت مستوى الصوت طبعا على اعلى صوت، وبتتأكد ان النغمات على اعلى صوت، وبتتأكد ان كل الحاجات دي موجودة عندك ومتفعلة، وتأكد من تنبيه نغمة رنين، وبتتأكد ان في نغمة رنين، ما فيش نغمة رنين مضافة عندك بتضيف نغمة رنين، وبتضبط صوت الإشعارات. طبعا كل الشرح اللي احنا اتكلمنا عنه ده احنا اتكلمنا عنه في الشرح السابق، هتلاقي الفيديو موجود في القناة. جديد بقى عندنا النهاردة وهو ان انت لو جربت كل الأشياء دي وما نفعتش معاك، هنضطر نستخدم برنامج يحل لنا التجربة. طبعا البرنامج هتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله برابط مباشر على جوجل بلاي. كل اللي هنعمله إن احنا هنروح على البرنامج ونفتحه بالطريقة ديت. البرنامج إن شاء الله سهل وبسيط، هنفتح البرنامج بالطريقة دي، وطبعا هنديله كل الاذونات زي ما انتوا شايفين، ونخليه هو التطبيق الافتراضي.
هناك احنا كنا بنقول في اول الشرح انت الغي اي تطبيق افتراضي غير تطبيق الهاتف. انا بقول لك يعني احنا عادة كنا بنقول للكل يختار تطبيق الهاتف التطبيق الافتراضي اللي هو التطبيق ده. لا انت جربت تطبيق الهاتف تطبيق افتراضي وما نفعش معاك او ما اشتغلتش معاك، الطريقة او المشكلة ما انحلتش، بنلجأ للطريقة دي ان احنا بناخد البرنامج ده ونخليه هو التطبيق الافتراضي وندوس عليه ضبط كتطبيق افتراضي. زي ما انت شايف كده بندوس عليه ضبط كتطبيق افتراضي ونديله ستارت ونديله كل الاذونات، طبعا بنروح على البرنامج يديله السماح فوق التطبيقات زي ما انت شايف في عرض فوق التطبيقات، وبرجع للبرنامج تاني وبفعل زي ما هو اتفعل كده، وبكده بديله سماح وبديله كل الاذونات. هتشوفوا ان شاء الله المشكله بتختار الواجهه. لو انت عايز اي طريقه طبعا البرنامج شيق جدا وجميل جدا، بتختار اي صوره انت عايزها، مثلا انا حابب الصوره دي، او لو انت حابب تضيف صوره لروحك انا حابب دي مثلا بالخلفيه دي مثلا زي ما انت شايفين، هيبقى عندك البرنامج بالواجهه دي. طب دلوقتي نجرب مكالمه ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. هجرب معاكم المكالمة زي ما انتوا شايفين، البرنامج فتح معايا بالواجهة دي طبعا وبالمنظر الجميل ده. كل اللي هعمله ان انا الصورة كده كده هكنسل كده هفتح، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليصلك كل من هو جديد من قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.